السلام عليكم. الميليشيا تشدد الحصار مجددا على مدينة تعز، وتعمل على التصعيد من هجماتها في ظل اتساع المواجهات بينها وبين المقاومة في جبهات المدينة وضواحيها. يقول متابعون إن تعز باتت مثل سجن كبير، على أبوابها سجان يضع القفل في معصمه ليقفل نوافذها وأبوابها متى ما أراد، ويفتح القفل متى ما أراد بحسب إملاءات كاتب الحصار الأعلى في صنعاء وصعدة. وبحسب مراقبين، فإن عودة الحصار الذي تم تجديده خلال الأيام الفائتة على منافذ المدينة أكثر من أي وقت مضى، يحمل إشارات من بينها أن ثمة عمل عدواني وتصعيد من نوع مختلف تشهده تعز. وهذا ما أكده بيان المجلس العسكري الذي أوضح أن الميليشيا تغلق جميع منافذ المدينة على صعيد متصل بالمقاومة أيضا، فقد اقتحمت ميليشيا الحوثي حزم العدين إب آخر قلاع المقاومة المسلحة فيها بعد صمود واستبسال المقاومة لأشهر دون ما إسناد حقيقي من قبل التحالف والشرعية، حيث واجهت الميليشيا بإمكانيات محدودة وجهود ذاتية من أبناء المنطقة. التطورات الميدانية الأخيرة في كل من تعز وإب ليست بمعزل عن الجانب السياسي، وخصوصا المشاورات التي تشهد ركودا واضح المعالم، ما دفع ولد الشيخ إلى تعليق جولة المفاوضات لمدة يومين فحول التطورات الميدانية في تعز وإب وكذلك التطورات السياسية في مشاورات الكويت. ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة، فدعونا نذهب لمشاهدة هذا التقرير. تعز تعود إلى مربع الحصار مجددا، يغلق الشريان الوحيد لحياة المدينة وتفرض فصول جديدة من المعاناة الإنسانية على السكان. هنا منفذ غراب الواقع غرب المدينة، آخر منفذ أعيد إغلاقه في وجه المواطنين. يتحدث مراسل بلقيس عن قيام الميليشيا بمنع السكان عن الدخول والخروج. وكما تلاحظون أن ميليشيات الحوثي والصالح الإنقلابية تقوم ولليوم الثاني على التوالي بمنع الناس من العبور عبر هذا المنفذ، والذي يعتبر هو المنفذ الوحيد لمدينة تعز أيضا. الحصار الوجه الأشد قتامة للحرب يعود لمدينة تعز، وكما يقول البعض إن إغلاق المعبر ترجمة غير شريفة للمواجهات التي تدور في المنطقة الغربية وضواحي المدينة. الناطق باسم المجلس العسكري بتعز وجه نداء عبر بيان رسمي لفريق المشاورات الحكومي المفاوض في دولة الكويت وللمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ والمنظمات الإنسانية حول الحصار الجديد وإقدام الميليشيا على إغلاق جميع المنافذ في المدينة ومنع مئات المواطنين العالقين عند المداخل منذ الصباح ولم يسمح لهم بدخول المدينة أو دخول الأمتعة والمواد الغذائية بتاتا، فيما تتأرجح مشاورات الكويت بين الاتفاقات الملزمة والمرجعيات المعلن عنها وبين تنصل الميليشيا بين الحين والآخر، وفيما يلتزم الوفد الحكومي طريقة في مشاورات السلام خصوصا مع الحديث حول التوافق على مرجعيات الحوار وتفعيل لجان التهدئة المحلية والانسحاب وتسليم السلاح وعودة المؤسسات والإفراج عن المعتقلين والأسرى. يسعى الانقلابيون لإعادة السيطرة الميدانية على أكثر من منطقة في تعز وإب على أمل في تحسن وضعهم التفاوضي للحصول على حلمهم بالمشاركة في الحكم، وهو ما أكدته مواقف الإنقلابيين وتصريحاتهم الأخيرة. وبالمقابل يغيب اهتمام الجميع عن مناطق الصراع والمواجهات وكذلك المناطق المنكوبة بالميليشيا بدءا من الحكومة والتحالف وانتهاءا بالمنظمات العالمية في المجال الإغاثي والحقوقي. إذا مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون ضيفنا الكاتب والمحلل السياسي نبيل البوكيري. مساء الخير أستاذ نبيل. مساء النور لك مشاهدينا الكرام. أستاذ نبيل، بداية يعني هذا التصعيد العسكري وتشديد الحصار أيضا في هذا التوقيت تحديدا، ما الذي يعني؟ أولا مسألة الحصار في تعز هو أصبح روتين يومي، لم يعد أمر جديد في المشهد الأمني والعسكري في هذه المدينة، بل يؤسفنا الحديث انه ربما اغلق المنفذ الوحيد وهو الغربي الذي يجري الان. نعم. هو باختصار انه في نوع من زياده الاجراءات التي تحول تماما حتى في المناطق التي كان هناك معابر يتم او مناطق او طرق غير طرق رئيسيه يتم المرور من خلالها، الان تم
تجديدها، بل أيضا أنه الجديد الآن مثلا منطقة مثل منطقة الطريق الواصل بين تعز ومدينة دمنة خدير، هذه المنطقة كان جزء كبير من الإمدادات تمر عن طريق هذه المدينة بالنظر إلى أنه لا زال الحوبان تحت سيطرة الإنقلابيين، فكان يسمح لهم باعتبار أنها تروح إلى مناطق تحت سيطرة الإنقلابيين. الآن منع تماما، لا يمر شيء من هذه المنطقة. أيضا أنه مسألة الحصار هو أنه الآن الجديد فيها أنه أصبح روتين دائم وشدد هذا الحصار بشكل أكبر، لكن في حقيقة الأمر يؤسفنا أن نتحدث ونقول أن الحصار لم يعد مفروض من قبل الإنقلابيين فحسب، بل الحصار أصبح اليوم مفروض على هذه المدينة من كل الأطراف على المستوى الاقتصادي والمستوى السياسي والمستوى العسكري. يعني يؤسفنا أن نقول أن المناطق المحررة أصبحت اليوم تحاصر تعز، المناطق المحررة أذكر هنا المناطق عدن ولحق والمناطق الجنوبية تحاصر تعز أكثر من الحصار القادم من المناطق الإنقلابيين. وايضا الحصار لم يتوقف على مساله الحصار اليومي للدخول والمع الاحتياجات اليوميه للمدينه، هناك حصار مثلا على المستوى العسكري والسياسي. اليوم تعز صمدت طوال هذه الفتره كلها بجهودها بجهود ذاتيه فرديه بسيطه، لم يعني يتم مد هذه المدينه بما تحتاج على المستوى العسكري او حتى على المستوى البسيط فيما يتعلق ب أيضا الاحتياجات الأمنية الإنسانية البحتة المجردة أو التي يجب أن تكون مسؤول أو المنظمات الأممية والمنظمات والمعنيين بالإغاثة سواء على مستوى مركز الملك سلمان أو على مستوى الجانب الحكومي. يعني ما الذي يعني هذا الحصار خاصة من ناحية الإنسانية بالنسبة للجميع؟ يدرك الإنقلابيون جيدا، وهم الذين يدركون حقيقة المعركة في اليمن للأسف نقولها هكذا، يدركون أنه ما دامت تعز تحت الحصار فإنهم بيدهم ورقة رابحة بأن يظلوا طرفا فاعلا وطرفا لا يمكن تجاوزه. ولا تدرك ذلك الشرعية؟ هذا الذي حتى الآن هذا الذي ظهر ووضح لنا جميعا أنه الشرعية حتى الآن لا تدرك أوراق القوة والضعف التي لديها. الشرعية فشلت في المناطق المحررة في الجنوب، وهي أكثر فشلا اليوم فيما يتعلق بمنطقة تعز. تعز هي العصا الرابحة وهي الحصان الرابح على مستوى الدولة وعلى مستوى الجمهورية وعلى مستوى الوحدة وعلى مستوى الأمن القومي العربي في هذه المرحلة ولهذه المنطقة تحديدا. تعز تطل على مضيق باب المندب، أهم شريان حيوي مائي على لنقل الطاقة والتجارة الدولية في العالم، وبالتالي من يسيطر على هذه المنطقة هو الذي سيظل عصا أو سيظل فرسا رابحا لكل القوى الإقليمية والدولية، وستتعاطى معه وستتعامل معه كسلطة أمر واقع، وهذه الحقيقة التي يغفلها التحالف. فسر لي أستاذ نبيل، يعني لما يسعى الانقلابيون للسيطرة على تعز بهذه القوة وبهذا الإدراك في ظل تخاذل الطرف الآخر الشرعية والتحالف أيضا، رغم يعني ما تتحدث عنه من أهمية ربما ذكرناها مرارا وتكرارا. نعم. أهمية تعز الجيوسياسية من كل النواحي، لما هذه المفارقة؟ المفارقة هنا أنه هناك خلل أيضا في بنية التحالف العربي، هناك خلل أيضا في بنية الشرعية اليمنية في حقيقة الأمر. هذا الخلل يتمثل في عدم وجود رؤية، هذه الرؤية تقوم على منظومة متكاملة من العمل السياسي والعسكري، لكن للأسف الذي حاصل تعز خارج إطار هذا الاهتمام كله، وهذا الذي ظهر في أكثر من مرة، وسمعنا تصريحات لقيادات عسكرية كبيرة حينما تقول أن تعز قطاع منفصل، بمعنى أنه تعز هذه خارج إطار اللعبة والحسابات الموجودة في المعركة الموجودة على الأرض، وبالتالي ستظل هذه المسألة هي مسألة خاضعة لمن يدرك حقيقة هذا الخلل الموجود إن على مستوى التحالف العربي أو على مستوى الحكومة الشرعية. تعز هي المفتاح الحقيقي للانتصار في اليمن، هذا الكلام لا نقوله بحكم أنه عمل بروبوغندا لهذه المدينة أو هذا قدرها التاريخي وقدرها التاريخي والعسكري والسياسي والثقافي لهذه المدينة. تعز ستسقط، صنعاء ستسقط دون سلاح ودون قتال في حال ما تم الانتصار في معركة تعز. تعز هي الكفة الراجحة للانتصار في صنعاء. نعم، إذا اسمح لنا أن ننضم إلينا عبر الهاتف العقيد منصور الحساني الناطق باسم المجلس العسكري بتعز من تعز. مساء الخير سيادة العقيد. مساء الخير أختي الكريمة، ومساء الخير للمشاهدين الكرام وضيفك الكريم. أهلاً ومرحبا بكم. أهلا بك. بداية، أن المجلس العسكري أكد أن الميليشيا تغلق جميع منافذ تعز سيادة العقيد، ما الذي يعني هذا التأكيد من قبلكم؟ أختي، هناك تصعيد حصل الأيام الماضية يعني في مدينة تعز،
وتمثل يعني أهم هذا التصعيد في إغلاق منافذ مدينة تعز بشكل كامل ومنع الدخول وخروج المواطنين ولا أشياء الحاجات الأساسية إلى مدينة تعز، وكان يعني استهداف يعني متعمد لحاضنة المقاومة ولأبناء تعز، استهداف لصمود أبناء تعز، استهداف لإصرار أبناء تعز لحماية المشروع الوطني وتخليصه من أيادي هذه الميليشيات الإجرامية الإنقلابية. وتمثل التصعيد أيضا في التعزيزات الهائلة التي استخدمت من جميع المحافظات وركزت على دفعها إلى تعز، معركة تعز لقتل أبناء تعز. والتصعيد تمثل أيضا في القصف العشوائي الهمجي الذي يحصل الآن في تعز وعلى أحياء تعز، والاعتقالات التي حدثت والترويع الذي حدث في مديرية حيفان. وتمثل التصعيد في كل النواحي، وهو استهداف لصمود وقوة وعزيمة المقاومة الشعبية والجيش الوطني في تعز مع أبناء تعز وحاضنة تعز، وتقول لهم يعني استطيعوا بعدهم أن يستطيعوا أن يصلوا إلى إضعاف أو تراجع المقاومة والجيش الوطني على إتمام ما بدأناه من مقاومة لهذا المشروع وتحقيق الانتصار وتحرير المحافظة. وإن شاء الله يعني لكن الأخطر أنه إلى الآن المنافذ مغلقة تماما أمام المواطنين وأمام الحاجات الأساسية في مدينة تعز. أختي الكريمة، نعم، ما الذي ستقومون بعد هذا به بعد هذا البيان سيادة العقيد، يعني للدفاع عن المدينة وفك هذا الحصار، هل بيدكم شيء؟ نحن وصلنا رسالتنا إلى المجتمع الدولي وإلى ممثلي الحكومة والشرعية في الكويت، وهم يجلسون مع هذه الميليشيات على طاولة واحدة ويعني يكررون مسألة المماطلة وضياع الوقت ويعملون على الأرض شيء آخر. يعني بدأ التصعيد والتصعيد في العقد الدولي من بداية العودة إلى المفاوضات في الكويت، وهي رسالة واضحة لكل الناس أنها الخضوع للسلام أو للعودة يعني للسلم وإيقاف هذه الحرب. نحن يعني خطواتنا هذا الإبلاغ للمستعدين أن ندعو الطرف إلى مدنا بالإمكان لاكتمال معركتنا وتحرير مدينة تعز، وهي بسيطة وسهلة، والجيش الوطني والمقاومة الشعبية إذا توفرت الإمكانيات اللازمة الموازية للإمكانيات التي صرفت لبعض الجبهات في الجمهورية نستطيع أن ندافع عن أنفسنا وأن نحرر وأن أستكمل مشروع التحرير لمدينة تعز، وهو سهل جدا. والميليشيات أصبحت اليوم أضعف مما سبق وهي تنهار، لا ليس لها إلا خط واحد وهو خط الحرب، اتجاه الحرب تمضي فيه لأن تترك أي خط في الوطن. نعم، على 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 ماذا تستند سيادة العقيد أنها أصبحت أكثر ضعفا مما مضى؟ نحن في الميدان ونعرف الفارق، يعني من بداية المعركة أصبح الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أكثر قدرة وأكثر مهارة وأكثر يعني خبرة في القتال وأكثر معنوية، أنه يعني يقاتل على الحق دفاعا عن المظلومين والذي ظلمتهم هذه الميليشيات وقتلتهم وسكت دماءهم. نحن ندرك الميليشيات في الأرض المعركة في الجبهات، الميليشيات كل يوم تهاجم وكل يوم تحاول يعني تحقيق تقدم على الأرض في الجبهات القتالية، وكل يوم نصدها وكل يوم نوقع خسائر فيها وكل يوم نشعر أنه يعني هجومهم يعني يتسم وعدم يعني القوة التي كانوا يمتلكوها من السابق. هم وأتباعهم اليوم يدركون أنهم يعني تجنوا على هذا الشعب وعلى هذا المشروع وعلى هذا الوطن، وهم يخدمون الأجندة الإقليمية أخرى غير الأجندة الوطنية، ليس لهم مشروع وطني إنما يخدمون الآخرين في الإقليم. أختي الكريمة، نعم أستاذ، يعني سيادة العقيد منصور، يعني السيطرة على مناطق معينة مثل الأعبوس ماذا يشكل بالنسبة لارتفاعها ورؤية عدن من خلالها كما تبين في الصور؟
ما زلت معنا سيدة العقيد؟ فقدنا الاتصال، إذن شكرا جزيلا لك العقيد منصور الحسني الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري بتعز. كنت معنا عبر الهاتف من هناك. عودة إليك أستاذ نبيل، ربما تحدث سيادة العقيد عن نقطة مهمة، أن ما يحدث في المشاورات بعيد تماما عن أرض الواقع، وهذا ربما ما علقنا به سويا أثناء عرض التقرير، يعني خاصة فيما يحدث في تعز، أنهم يشعرون أن هناك عالم آخر مختلف تماما عما يدور بينهم. هذه الحقيقة المرة التي نتجرعها يوميا ونسمعها طويلا، أنه هناك بون شاسع وفجوة كبيرة بين ما يتم على أرض الميدان وما يتم في الداخل، على أرض المقاومة، على أرض الصمود، على أرض الواقع، وبين ما يتم في كواليس المشهد الدولي والمشهد الإقليمي، وحتى على المستوى ما نلاحظه في مسألة الكويت. أنا باعتقادي أنه مسألة الكويت وصلت إلى طريق مسدود، وأي جهود للتواصل أو للانضمام إلى هذه المسرحية بكل ما تعني الكلمة معنا، هي مزيد من إعطاء وقت للانقلابيين لترتيب صفوفهم ولإظهارهم للمجتمع الدولي على أنهم أطراف أصحاب سلطة حقيقية موجودين على الأرض، وأنها سلطة الأمر الواقع التي لا يمكن تجاوزها في أي مسألة قادمة سياسية أو عسكرية. وبالتالي هذا الكارثة هذه التي لا أدري لماذا حتى الآن الحكومة الشرعية والأخوة في التحالف لم يدركوا خطورة مثل هذا الأمر، أنه حينما تجلس مع طرف انقلابي، حينما تجلس مع طرف عصابة متمردة وانقلابية، أنت تمنحها شرف الجلوس إليها وتمنحها شرف المجتمع الدولي أن يلتفت أن هناك طرف حقيقي، وتصبغها بالصبغة الرسمية وتصبغها بصبغة الأمر الواقع، أن هذه سلطة الأمر الواقع وهي تدير مناطق من اليمن، وأنت تجلس إليها وتضفي إليها نوع من سلطة الأمر الواقع. هذه الإشكالية الخطيرة. أيضا هذا البون، يعني مثلا حينما يتحدثون مثلا عن مسألة الهدنة وعن يتحدثون عن مسألة فك الحصار عن بعض المناطق، نحن نرى عكس ذلك تماما منذ 18 مارس الماضي حتى الآن. الحرب على أشدها لم تتوقف لحظة، بل زادت إمكانية، اتسعت جبهة الحرب وامتدت إلى مناطق لم تكن فيها قتال، من على مستوى تعز حيفان إلى مستوى مضيق باب المندب والوازعية. هذه المناطق كلها الآن انتشرت فيها الميليشيات وسيطرت على أجزاء كبيرة جدا منها، فيما متروكة تعز ومقاومة تعز كلها متروكة للأقدار وللجهود الشخصية والذاتية لأبناء هذه المناطق اللي قدموا كل شيء واستطاعوا وصلوا إلى أن يبيعوا كل ما يمتلكون من أجل أن يصمدوا وينتصروا في هذه المناطق، بينما هناك ليس هناك أي رابط. يعني كأنه ما يتم في الأرض هذا لا يعني ما حكومة الشرعية في الرياض، ولا يعنيهم أيضا ما الذي يجري في الداخل بشكل عام. نحن أمام فجوة كبيرة، هذه الفجوة الكبيرة إذا استمرت أنا باعتقادي خلال شهرين القادمين سيطرى متغير جديد على المشهد السياسي، على المشهد الداخل سيكون هناك ربما. من أي ناحية؟ ما التغيير الذي سيحدث؟ التغيير هو تغيير خطير جدا، وسيكون تغيير سلبي أيضا. ستضطر الآن المقاومة في حالة استمرار هذا التجاهل لها أن تنشئ كيانات سياسية معبرة عن نفسها، معبرة عن هذا الواقع، عن المعادلة الجديدة العسكرية التي تتشكل في الأرض. لا يمكن بحال من الأحوال تظل هذه المقاومة تضحي وتقدم هذه التضحيات من أجل أن يأتي واحد ما ليس له علاقة بهذه التضحيات، وليس له علاقة أيضا ولا رابط سياسي بين ما يتم على الأرض وما يتم في هذه الكواليس الدولية الهزلية والمسرحية. نحن أمام إشكالية خطيرة ما لم يتم الانتباه لها، باعتقادي أنه سنشاهد في المرحلة القادمة قيادات سياسية تنبثق من قلب المعركة ومن قلب المقاومة. هذه الحقيقة التي لحد الآن نحن جالسين نتحدث على أنه لا يجب أن تذهب الأمور لهذا المنحى، لكن حينما تظل الأمور وتطول مسألة المواجهة العبثية بهذا الشكل الذي تقوم به حكومة الشرعية، أنا باعتقادي أنه سيكون من الطبيعي أن تنشأ قيادات سياسية تتحدث عن عمق هذه المقاومة وتتحدث عن مشروعها، وربما ستنبثق مشاريع جديدة مقاومة على الأرض لها تعبيراتها ولها مشروعها السياسي. نعم. طيب كنت سألت سيادة العقد، ولكن للأسف فقدنا الاتصال، عن السيطرة على جبل جالس أيضا والعبس مؤخرا، هذه المناطق العسكرية التي ربما تشرف على عدن، ما الذي يشكل السيطرة عليه بمثل هذا الشكل؟ أنا باعتقادي إذا جينا لحقيقة الأمر في هذا الموضوع، مسألة أنه يسيطرون على مناطق على الحدود، يعني في كواليس المشهد الدولي هناك اشتغال قذر بكل ما تعني الكلمة معنا،
هذا الاشتغال يتم ضمن توافقات موجودة، توافقات بين الانقلاب الموجود في صنعاء وبين السلطة، سلطة الأمر الواقع التي سلمت لها الأمر في المناطق الجنوبية، وهي تشتغل بالتوازي وتكامل سلطة الانقلاب الموجودة على الأرض في الشمال. هناك نوع من التكامل الواضح، هذا التكامل رغم ما ذاقه الجنوب يعني من مرارة دعيني أكمل الفكرة. نعم. ليقول لك أنه هذا التكامل يتمثل في الحصار المضروب على تعز. هذا الحصار ليس حصار السلطة الانقلابية في صنعاء، بل حصار السلطة المدنية أو السلطة المحلية التي تمثل الشرعية في عدن. اليوم كل تعزي في عدن غير مقبول ومشبوه وملاحق ومطارد. تعز هذه التي احتضنت آلاف المشردين من عدن وآوتهم أيام الحرب، اليوم لا أحد يرد هذا الجميل. صحيح أن هناك لا علاقة له بالنسيج الاجتماعي وبالحاضنة الاجتماعية الموجودة في عدن، لكن هناك سلطة أمر واقع موجودة جديدة في عدن. هذه نقطة مهمة جدا أستاذ نبيل، سأعود للحديث معك حولها، ولكن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ محمد العمراني، مسؤول التواصل بفريق إسناد الوفد التشاوري الحكومي من الكويت عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ محمد. مساء النور، أهلا وسهلا بك. أهلا بك أستاذ محمد. بداية، ما الذي يشكل تعليق المشاورات لمدة يومين والتي ربما هي كانت معلقة لم تعد إلا منذ أسبوع؟ هو في الحقيقة ليس هناك تعليق للمشاورات بمعنى التعليق يعني. نعم. وفي قمة عربية مطلوب أنه يحضرها والد الشيخ ويحضرها وزير الخارجية اليمني الأستاذ عبد الملك المخلافي، وهم سيحضروا القمة وسيعودون. المشاورات مستمرة، ليس هناك تعليق بمعنى يعني متخذ من أجل موقف معين أو على حساب قضية معينة، لكن الموضوع هو المشاورات جاءت في هذا الزمن والأصل أنه يحضر القمة العربية. فأعتقد أنه هي بالبداية مثل ما ذكرت أنت متوقفة من البداية، كانت المشاورات حتى الآن هي مشاورات غير مباشرة، ليس هناك مشاورات مباشرة. اللقاء المباشر الوحيد الذي تم هو اللقاء الذي تم في الجلسة الافتتاحية فقط. نعم، إذا يعني طالما وهو الأمر متعلق بالقمة العربية في موريتانيا، هل أفهم من كلامك أستاذ أن ربما تمدد مثل هذه اليومين أو تعوض المشاورات، خاصة أن الوقت ضيق كما نعلم؟ في الحقيقة يعني نحن لسنا بحاجة إلى المزيد من الوقت، نحن بحاجة إلى المزيد من الجرأة في اتخاذ القرارات، لأنه نحن قلنا كل ما لدينا وهم قالوا كل ما لديهم. لقد الجرأة من أستاذ محمد؟ من الطرف المقابل، بمعنى انه ايقاف التعنت في المطالب الزائده عن الحاجه والمطالب الغير مقبوله والغير منطقيه. هو يتهمكم بذات الامر استاذ محمد، يعني يتهمكم بانكم من تتعنتون ومن تعرقلون المشاورات. نحن نقول بانه نحن اتينا الى الكويت منذ البدايه على خلفيه اتفاق مع الامم المتحده ومع الانقلابيين بان المشاورات ستكون مبنيه على مرجعيات محدده حددت بالقرار بتنفيذ القرار، اليات تنفيذ القرار 2216. حينما اتينا للكويت تم الانقلاب على هذه الفكره وبدا الحديث عن حكومه شرعيه، حكومه جديده، حكومه وحده وطنيه، وبدا الحديث الان عن مجلس رئاسي. وهذه القضايا تعلمون تماما انها مناقضه لهذه المرجعيات بشكل كامل، لانها ستشرع للوجود الانقلابي، ثم ليس هناك اي ضمانات حقيقيه لا من قبل المجتمع الدولي ولا من قبل الحوثيين ولا من قبل صالح بانه اذا تم تشكيل هذه الحكومه فان الامور ستنتهي الى خير. لكن من خلال متابعاتنا ومن خلال تاريخ كامل من نقض الاتفاقيات يتضح ان العمليه هي لانه الوفد الحكومي طرحت حلول اخرى، مثلا اللجنه العسكريه التي ستشرف على عمليه الانتقال على عمليه تسليم الأسلحة إذا كان هناك جدية، فاللجنة العسكرية ليست لن تكون تابعة للوفد الحكومي مثلا ولن تكون تابعة للشرعية، هي لجنة سيتم التوافق على آلياتها، على آليات عملها، على أسمائها، على أشياء، لكن هم يرفضونها كل هذه المقترحات. هم فقط يريدون تشريع أنفسهم وتبرير موقفهم، حقيقة يريدون أن يشرعوا وجودهم الانقلابي ثم بعد ذلك ينقلبوا على كل شيء كما هو حاصل في كل الاتفاقات السابقة التي حصلت، سواء في الاتفاقات التي ترعاها الأمم المتحدة أو الاتفاقات التي رعيت من قبل في داخل الجمهورية اليمنية. نعم، هذا التعارض أستاذ محمد يعني بين الموقفين والذي هو ظاهر منذ بداية المشاورات، يعني ربما آخرها تصريحات محمد عبد السلام في اللقاء الأخير وأخيرا ربما التصعيدات الأخيرة لقيادة الانقلاب على أنهم لن يسلموا السلاح، وهذا الأمر الذي ربما ينسف مرجعية المشاورات تماما، فعلى أي أساس يعني تستمر مثل هذه المشاورات من بدايتها؟ الحقيقة نحن لدينا التزام واضح من المجتمع الدولي ومن الأمم المتحدة بأن المشاورات ستستمر وفق
الآليات المتفق عليها والمرجعيات المتفق عليها. ما صرح به محمد عبد السلام وما صرح به يوسف البيشي البارحة وما صرح به اليوم أيضا محمد الحوثي هو ينسف تماما هذه المرجعيات وينسف تماما أي اتفاق حول موضوع المشاورات، لأن الحديث عن انسحاب من المدن يعني تطهير عرقي هو بالنهاية يعني كلام غريب ولا يمكن قبوله ولا يمكن فهمه إلا في إطار التخلي وفي إطار الهروب الحقيقي من هذه المشاورات. أيضا الحديث عن تسليم الأسلحة بأن الأسلحة لا يمكن أن تسلم لأنها أسلحة الجيش اليمني، يمكن أحد أنها أسلحة الجيش اليمني، لكن هذا الجيش هو نهب وتم الاعتداء عليه من قبل ميليشيات، ونحن نطالب أن تعود هذه الأمور إلى صدرها. هذه الحقيقة أصبحت واضحة عند الناس جميعا سواء لدى المجتمع الدولي أو لدى المجتمع المحلي، وهو الأهم في الحقيقة أن الحوثيون وعلي عبد الله صالح ليسوا جادين في التعامل مع هذه المشاورات بشكل حقيقي وبشكل جاد. إذا ما الحل أستاذ؟ وصل إلى مرحلة اليأس. نحن كل نعم بعد هذا اليأس أستاذ محمد. نعم قلت وصلتم إلى مرحلة اليأس ويبدو أن الأفق مسدودة أمام هذه المشاورات خاصة بالتصريحات الأخيرة التي ذكرتها. ما هو البديل أو كيف ستتصرف الحكومة خاصة وقد عري الطرف الآخر تماما أمام المجتمع الدولي، واتضح يعني حتى وإن لم يصرحوا بذلك من يعرقل هذه المشاورات؟ في الحقيقة البدائل لن تكون مقترحة من قبل الحكومة، البدائل سيقترح الشعب اليمني الذي يصر بالتأكيد على إسقاط هذا الانقلاب بكل الطرق والوسائل المشروعة سواء الوسائل السلمية أو الوسائل العسكرية. الشعب اليمني سيصمم على أن يخرج من هذا المأزق الذي وضعه فيه الانقلابيون، سواء بخطط سلمية أو بخطط غير سلمية، سواء عبر الحكومة أو أي أدوات أخرى. كل الخيارات مفتوحة أمام الشعب اليمني. الحكومة هي تقوم بما يمليه عليه ضميرها الإنساني لأن الشعب اليمني والأمة اليمنية وصلت إلى مرحلة من التعب ومرحلة من الإجهاد بسبب هذا الانقلاب، وتعاطينا نحن حقيقة مع موضوع المشاورات حتى نستطيع أن نخفف من هذه المآسي ونخفف من هذه المصائب التي المصائب الاقتصادية، المصائب الإنسانية، عدد أعداد القتلى، أعداد الجرحى. كل قضية أصبحت كل مشكلة أصبحت قضية وكل قضية أصبحت معضلة. نحن نعم. حقيقة كل يوم تتعقد لدينا المسائل، ولهذا ذهبنا إلى المشاورات من أجل البحث عن مخارج، من أجل البحث عن حلول، من أجل قضية الشعب اليمني، وليست مجرد ذهاب من أجل عملية رفاهية. لكن ما يحصل حقيقة من قبل الحوثيين أنهم اعتبروا وجودهم في الكويت هو لمجرد كسر الجمود السياسي الذي تفرضه عليهم المجتمع الدولي باعتبارهم منقلبين وباعتبارهم سلطة غير شرعية، هم رأوا فرصة هنا يقابلون الدبلوماسيين نعم. ويقابلون السياسيين من كل الأطراف، ولذلك هم يريدون لهذا الماراثون وهذا المهرجان الخطابي أن يستمر. هذه هي القصة، ولذلك هم يحاولوا إطالة أمد هذه المشاورات قدر الإمكان. نعم إذن شكرا جزيلا لك محمد العمراني مسؤول التواصل بفريق إسناد الوفد التشاوري الحكومي، كنت معنا عبر الهاتف من الكويت. اسمح لنا أستاذ نبيل أنت أستاذ المشاهدين أن نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ نبيل. قبل أن نعقب على حديث الأستاذ محمد كنا نتحدث قبل اتصاله عن مسألة أن هناك حصار أو ربما توائم بين السلطة الحاكمة الآن في عدن وبين الميليشيا في ضرب الحصار على تعز وفي عدم إمداد تعز بما يجب. هل تتوقع أن يقبل يعني رئيس الوزراء الذي يعني مقره الآن عدن بمثل هذا الأمر، بمثل هذه التجاوزات خاصة وأنها يعني تضرب الشرعية في العمق؟ هذا الواقع الذي يجري الآن في عدن، يعني هل هناك واقع تغير من مجيء رئيس الوزراء إلى عدن؟ أنا باعتقادي أنه الأمر زاد سوء، يعني اغتيالات مستمرة، عملية منع وتهجير للناس في هذه المناطق لا زالت مستمرة حتى الآن. نحن أمام يعني لا تفسير بالنسبة لي أو لأي إنسان عادي بسيط مجرد ينظر لما يتم في عدن باتجاه تعز وباتجاه المناطق الشمالية إلا على أنه تكامل. يعني كل ما يتم في عدن من أعمال لا تمت إلى المنطقة البسيطة المجرد بصلة، كل هذه الأعمال لا معنى لها إلا أنها تصب في خانة الانقلاب الموجود في المنطقة الشمالية، والذي لا زال اليوم يقاتل ولا زالت معركته مستمرة مع الشعب في هذه المناطق. وبالتالي يعني من أبسط الأشياء المجردة البسيطة أنه الإنسان يفكر دائما بمصلحة، مصلحته حتى على مستوى ماذا بعد. يعني فعلى افتراض هناك مخطط يتم في الجنوب والذهاب إلى مسألة الانفصال أو
ما يحلمون به في هذه المنطقة من 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 أبسط الأشياء المجردة الآن في هذه المنطقة، أنه من مصلحتهم أن يمدوا المقاومة في المناطق الشمالية لتحريرها من سلطة هذا الانقلاب، هذا الانقلاب الذي لن لا يفكر في 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 بمجرد أنه يظل حبيس قدران المناطق الحدودية الوهمية التي يتخيلها الانفصاليون في المناطق الجنوبية، هو يفكر في أبعد من هذا. وبالتالي نحن رأينا أنه نزل عدن ودمر عدن وسيطر على كل المناطق الجنوبية، وهو انسحابه لم يكن نتيجة لضرورة المعركة بقدر ما كان تكتيك. هذا التكتيك كان ربما رسائل المجتمع الدولي لبعض القوى الإقليمية أنه سينسحب إلى حدود المناطق الحدودية السابقة الشطرية، ومن هناك سيبحث عن حلول إن تمت له الموافقة الدولية بأن يظل سلطة أمر واقع واعترف بها في المناطق الشمالية، أو إلا أنه سيظل يقاتل ويسيطر على هذه المناطق. لا تفسير منطقي لمثل هذا الذي يجري في الواقع إلا مثل هذه الأشياء والحقائق التي نتحدث بها اليوم. مثلا على مستوى مسألة الجرحى الموجودين في منطقة تعز المحاصرة، يعني لا منفذ حقيقي أو منفذ وحيد لهم سوى الذهاب إلى عدن والاستشفاء في مستشفى، يعني حتى المستشفيات الموجودة في عدن يمنع قبول مثل هؤلاء الناس، مع أنه هناك عقود من بعض المنظمات الدولية ومراكز مركز الملك سلمان بأن يتم علاج هؤلاء الناس. يعني نحن أمام حقائق أصبحت مكشوفة للجميع، أن هناك تكامل بين سلطة الانقلاب وسلطة أو مشروع الانفصال الموجود تحت لباس الشرعية والتحالف العربي الموجود في عدن. هذه الحقيقة التي لا يمكن أن نغفلها أو يغفل أي إنسان بسيط مراقب عليه. إذا تعقيبا على حديث الأستاذ محمد معنا كان يتحدث عن أن التصريحات الأخيرة ربما هي تكشف أو هي تأكيد أخير على أن الميليشيا لا تنوي حقيقة على تقديم أي حلول. كنت سألته عن ما الحل إذن الذي يعني يفترض أن يقام في ظل انسداد هذه المشاورات، فرد علي أن الشعب هو من بيده هذا الحل. هل تجد أن هذا هو الحل أستاذ نبيل؟ هذا هو الحل في حالة واحدة، إنه هذا الشعب موجود قيادة حقيقية له، القيادة هذه التي اليوم تحاور باسمه يفترض أنها هي التي تتم ترتيب صفوف المعركة من الداخل، ويتم إعادة عمل غرفة عمليات مشتركة لكل المناطق التي تقاوم اليوم، معركة واحدة مصيرية لكل اليمنيين، ليس كل عالم معزول بحاله. ما يتم في المناطق الجنوبية يعطينا إشارة سلبية وسيئة على أن هناك فشل ذريع لهذه الحكومة على مستوى إدارة هذه المناطق، وعلى مستوى عدم وجود حتى ثغرات لدعم المناطق التي لا زالت تقاوم إلى هذه اللحظة في المناطق الشمالية. فضلا عن ذلك يفترض من أبسط الأشياء أنه ما يتم في كواليس المشهد التفاوضي هذا يجب أن يصرح به للناس ويقول لهم أنه وصلنا إلى طريق مسدود يا ناس، يعني أيها الشعب وصلنا إلى طريق مسدود. ربما لا خيارات. ما يردده يعني دائما الوفد الحكومي إذا ظهروا يعني معنا في القنوات، ولكن الغريب أن لا يذكر ذلك من قبل الأمم المتحدة، لا يذكر أن هناك طرف معرقل. حتى على مستوى اختراق الهدنة أكثر من مرة يتم الحديث عن 90% من تحقيق الهدنة، وأن هناك بعض المناطق التي ما زال فيها قليلا، حتى لا يذكر اسم من يقوم بهذه الخروقات رغم التقارير التي تصل يوميا. لما برأيك؟ أنا باعتقادي نقولها دائما وأصبحت أننا أشعر بإحراج أننا أكررها كل مرة، إنه مسألة المجتمع الدولي أو الأمم المتحدة أو مبعوثية، بالأخير هؤلاء يمثلون أطراف وقوى دولية، هذه الأطراف والقوى الدولية موقفها واضح من كل ما ترتب على ثورات الربيع العربي، والشرعية في اليمن هي جزء من هذا المترتب على 11 فبراير 2011، ثورات الربيع العربي التي حدثت في اليمن. وبالتالي هذا الذي يتم، يعني المجتمع الدولي يعني استلم الملف اليمني، وهو لازال هناك دولة وهناك جيش وهناك نظام وقانون، وما اكتملت فترة استلام هذا والتوقيع على مخرجات الحوار الوطني حتى أوتي الضوء الأخضر للانقلابيين بأن يحتلوا صنعاء ويحتلوا ويسقطوا الدولة في اليمن يعني. ومبعوث الأمم المتحدة جالس ضيف ومخزن في صعدة، يعني هذا باختصار الذي تم في الملف اليمني. المبعوث الأول أتى وشرع عن الانقلاب أو أوصل الانقلاب لصنعاء، المبعوث الثاني أتى ومستمر ومستميت من جنيف الأولى إلى بل إلى الكويت الثانية، ومستمرين وفارضين رؤية وأجندات واضحة بتحويل هذه الميليشيات التي أدمجوها في إطار السلطة الشرعية، وهي سلطة وهي مجاميع ميليشية متمردة كان لا يفترض أن تقبل في طاولة المفاوضات في الحوار الوطني إلا بعد أن تسلم كل سلاحها وتعتذر أو يتم معالجة كل القضايا التي تم، وخاصة فيما يتعلق بمسألة أكثر من 300 ألف مهجر في مناطق صعدة وسفيان.
يعني هؤلاء الناس الذين لم يتم اعتبارهم ودماغ هذه الميليشيات في إطار حوار وطني مع سلاحها، هذا الذي أسقط الدولة وأسقط كل شيء. اليوم يراد تحويل هذه الشرعية أو تحويل هذه السلطة الأمر الواقع إلى سلطة شرعية من خلال دمجها في إطار قسم الشرعية المعترف بها دوليا. والأخطر أيضا اليوم نحن نتحدث عن الأخطر، الحديث أنه مسألة السلاح الموجود الآن، عندما يتحدثون عن سلاح، هذا السلاح الذي أسقط الدولة في المرحلة السابقة وإذا استمر تحت أي بند وتحت أي ظرف من الظروف بيد هذه الميليشيات، معناه أنه سيتم الحديث بعد ذلك عن 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 تكرار نفس السيناريو الموجود في لبنان، أنه هناك مقاومة ولديها سلاح، هذا السلاح تقاوم به الهوى. يعني نحن أمام مهزلة يتم الإعداد لها، والمجتمع الدولي شريك فاعل، ولكن هذا الشراكة الفاعلة للمجتمع الدولي في إسقاط السلطة في اليمن يتحمل مسؤوليته الوطنية والأخلاقية، ليس فقط الانقلابيون وإنما السلطة الشرعية التي لم تكن عند مستوى هذه المرحلة وهذه المحطة التاريخية المهمة. نعم، اسمح لنا أستاذ نبيل أن ينضم معنا الراصد الميداني في شبكة الراصدين المحليين عبر الهاتف ماهر العبسي من تعز. مساء الخير أستاذ ماهر. مساء النور العافية. أهلا بك أستاذ ماهر. بداية، إلى أين وصل الحصار وتجديده؟ ما الذي يشكله بالنسبة يعني مضاعفات المعاناة الإنسانية في تعز؟ خلال يوم أمس الجمعة وخلال اليوم في مدينة تعز هنا في منطقة غراب المنفذ الغربي لمدينة تعز الذي هو الوحيد حاليا لمدينة تعز، بدأ القوات جماعة الحوثيين وقوات الرئيس صالح بفرض حصار على المدينة من يوم أمس 10:00 صباحا، يمنعون الدخول والخروج إلى المدينة أيا كان مواطنين أو سيارات أو مواد غذائية، كل شيء ممنوع من الدخول إلى المدينة. لا نعرف ما الأسباب، سواء أنه تعنت من هذه الميليشيات كما كان الحاصل في معبر الدحي سابقا، يريدون أن يحولون من منطقة غراب الآن إلى معبر دحي آخر. يتم أيضا يعني اصطفاف الناس على طوابير طويلة أمام مصنع السمن والصابون هناك في منطقة في مفرق شرعب. يوم أمس كما تحدث بعض شهود العيان أن النساء والرجال ناموا طوال الليل بجوار مصنع السمن والصابون. نعم أستاذ ماهر، يعني ماذا عن دور المنظمات الإنسانية المحلية والدولية؟ هل لها أي وجود في ظل هذا الحصار؟ بصراحة هنا في مدينة تعز لم نعد نعول على المنظمات الدولية والإنسانية، فنحن نعاني من تحيز كبير لهذه المنظمات. حين أثيرت يعني قضية حصار الصراري وهي شيء غير يعني لا يوجد هناك حصار أصلا لقرية الصراري، قامت المنظمات الدولية وتريد إرسال لجان وهكذا، أما مدينة بأكملها مثل تعز تحاصر. لماذا برأيك هل إعلامهم أقوى أستاذ ماهر؟ يعني لما وصلت قرية الصراري إلى العالم ولم تصل مدينة تعز بأكملها؟ اعتقد ان اي قضايا تثار ضد يعني ضد الدوله مثل المملكه العربيه السعوديه او ضد التحالف يكون المجتمع الدولي متجاوب معها بشكل اكبر، لانها يعني هذه التهم ان صحت او ان يعني صح الحصار عن قريه او منطقه من قوات التحالف او من قوات الشرعيه المواليه للتحالف هي ستكون ضد دولة، اما ان تحاصر مدينه من ميليشيات الحوثي فهذه المنظمات لا تهتم لهذا الموضوع. نعم، هل افهم من كلامك ان هناك استخدامات سياسيه لحقوق الانسان؟ بالضبط هذا ما اردت قوله، هناك يعني اصبحت اللجان الانسانيه والمنظمات الدوليه لا تعمل بشكل محايد بشكل مطلوب، هي تعمل وفق توجهات سياسيه لها عده اتجاهات يعني. نعم، إذا ماذا عن ردود الفعل المجتمعية بالنسبة لتعز؟ هل يمكن أن توصل رسالة تعز، خاصة يعني لو كانت هناك ضغوط مجتمعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عبر المسيرات، عبر الاعتصامات، هل يمكن أن تؤثر أو تغير المشهد قليلا؟ بالضبط، أكيد هذه الوسائل التي تدعو لفك الحصار وبعد الحصار على مدينة تعز بالطبع هي تؤثر ولها تأثيرات على المجتمع الدولي. بالأمس كنت أشاهد هناك العديد من الشباب صاغوا حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ينبهون أن الحصار قد عاد إلى تعز بشكل أشد وأن الميليشيات منعت الدخول والخروج من مدينة تعز. هذه الوسائل تؤثر وترفع صوت تعز وتوصل قضية تعز يعني بشكل أو بآخر.
نعم، إذا شكرا جزيلا لك ماهر العبسي راصد ميداني في شبكة الرصيد المحليين، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. عودة إليك أستاذ نبيل، ربما طرح الأستاذ ماهر نقطة مهمة وهي استغلال حقوق الإنسان في مسائل سياسية، هل يعقل ذلك؟ هل يحدث فعلا هذا؟ هذا قصتنا نحن اليمنيين من بداية الحرب في هذا الإطار، أنه أصبح ملف حقوق الإنسان ضمن الملفات السياسية التي توظف في إطار المعركة الموجودة في اليمن. لم يعد هناك كما قلنا، يعني نحن مثلا على سبيل المثال عندما تحدثنا أذكر أنه في أكثر من مكان وفي أكثر من منبر وحتى في هذه القناة تحديدا كنا نتحدث دائما على أنه هناك توظيف واضح لهذه الملفات، والدليل على ذلك مثلا انسحاب كل المنظمات الدولية الفاعلة في المعنية بحقوق الإنسان من محافظة كتعز التي يقطنها أكثر من مليون نسمة عدا عن المهجرين من داخلها والمشردين والنازحين في إطار حصار مفروض على هذه المدينة وقتال وحرب شرسة، تنسحب المنظمات التي عملها الحقيقي في مثل هذه الظروف. انسحبت الصليب الأحمر، انسحب المنظمات حتى على مستوى المنظمات المحلية الموجودة، الهلال الأحمر، صندوق الغذاء الدولي، كل المنظمات التي كانت تعمل في هذه المدينة انسحبت في مع الأيام الأولى من الحصار. يعني نحن الآن بعد عام ونصف وهذه المنظمات تكاد تكون خالية أو غير موجودة في هذه المدينة، بينما هناك مثلا على سبيل المثال قضايا كانت يتم إثارتها، قضايا بسيطة مثلا يتم ترويجها وعمل بروباغندا لها كما حدث في كثير من القضايا الموجودة على مستوى القناصين وعلى مستوى. نحن أمام حالة من التوظيف الواضح لهذه المنظمات، وهذا ما نبناه عليه من البداية وتحدثنا على أن هناك اختراقات لهذه المنظمات ويتم توظيفها في سياق حروب إقليمية وصراعات دولية. إذا أمام هذه التطورات أجمع أستاذ نبيل هدنة ولم تستغلها إلا الميليشيا في التوسع، ضرب الحصار بشكل أوسع وأكبر، مماطلة من قبل الميليشيا بشكل أو بآخر من أجل المشاورات، ألا يعد كل ذلك دروس كافية لوفد الحكومة الشرعية وللحكومة الشرعية برمتها لمعرفة أن هناك فخ ربما وقعت فيه هي تسمى المشاورات، لم يصلوا إلى نتيجة، تمديد وقت لم يستفاد منه، على العكس ربما سيطرة الميليشيا فيه على أراضي أوسع، هناك يعني تخلي تام من قبل المجتمع الدولي كما يظهر. بالنسبة لمسألة الدروس، هي دروس لمن يريد أن يفهم، لكن حينما يكون هناك حقائق واضحة وأنت تصر على أن تتجاهلها، أنا باعتقادي أنك لا تستفيد من هذه الأشياء ولا يمكن أن تتعاطي معها. المشكلة تقوم باختصار أنه هناك إشكالية كامنة في جسم في صلب الشرعية اليمنية. هذه الإشكالية تكمن أنها هذه الشرعية التي اليوم نحن يعني ندعمها وقدمنا لها كل ما يمكن من الدعم والإسناد الشعبي كمستوى الوطن والشعب، هناك خلل كارثي موجود في بنية هذه السلطة التشريعية والشرعية. يكمن هذا الخلل في أنها لم تستوعب أين غدت اليوم، كانت في صنعاء، اليوم حكومة لجوء أو حكومة منفى في المملكة العربية السعودية. أنا باعتقادي أنه جو المنفى الاغترابي أنه أصبح جزء من تركيبة من ذهنية هؤلاء الناس، وأنهم لم يستطيعوا أو لم يعد لديهم الرغبة في أن يغادروا هذا المنفى وأن يظلوا حكومة منفى كما أرادوا. أنا باعتقادي أنه هذا الخطر اليوم هو الذي أدى إلى طول أمد المعركة، بغض النظر عن الاختراقات والإشكاليات الموجودة في صلب استراتيجية التحالف العربي والأجندات المتضاربة بين بعض هذه الأطراف، لكن في حقيقة الأمر أنا باعتقادي في إشكالية لدينا نحن في اليمن، إشكالية موجودة في قسم هذه الشرعية، الشرعية التي لحد الآن عبارة عن جزر مفككة، كل جبهة في جهة، الجانب السياسي في جهة، الجانب العسكري في جهة، الجانب الإنساني. يعني نحن أمام خلل كبير، هذا الخلل يتمثل في عدم الاستفادة من الدروس الماضية وفي عدم إدراك خطورة هذه المرحلة التاريخية والحساسة في تاريخ اليمن وجودا وعدما كشعب وكأمة. يجب أن يقف المسؤولون في هذه المرحلة عند مستوى المسؤولية الأخلاقية والوطنية في ألا تمضي الأمور أكثر من اللازم. نحن وصلنا إلى مرحلة انسداد الأفق، وانسداد الأفق بمعنى ضياع الوطن. وبالتالي أنا باعتقادي أنه هذا يكفي إلى هنا، ويجب أن يعاد صياغة شرعية جديدة. هذه الشرعية تنطلق من الميدان، من المقاومة، من التضحية الموجودة على الأرض. إذن شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي نبيل البكيري، كنت معنا في المسألة من إلي هذا اليوم. شكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن نلتقيكم في مساء من جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.